بين صفحات التاريخ كتب لاسمه الخلود، فارس مهاجر من الأولين السابقين. هو صاحب دار السلام، أشهر دار في مكة، وأول مدرسة لتربية الفرسان، ومعهد علمي وعملي لتخريج دفعات من العلماء والدعاء. روايتنا اليوم مع الصحابي الأرقم ابن أبي الأرقم، صاحب بيت الدعوة. هو أبو عبد الله الأرقم ابن أبي الأرقم، ابن عبد مناف ابن مخزوم القرشي، صحابي جليل من السابقين إلى الإسلام. احتضنت داره الدعوة الإسلامية، فكانت مقرا لها في المرحلة السرية في بداية الإسلام. الصحابي الأرقم ابن أبي الأرقم كان من السابقين الأولين، ما هي مواقف السبق في حياته؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا عبد الله أبي عبد الله الأرقم ابن أبي الأرقم من شباب الصحابة، وأسلم على يد سيدنا أبي بكر الصديق ككثير من الصحابة، وكان في ريعان شبابي أقل من العشرين، وأسلم يقال عنه أنه سابع سبعة وربما ثامن ثمانية، اختلف لأنه أحيانا كان في اليوم الواحد يسلم أكثر من واحد، فلا يدرك من أسبق من الآخر، لكن هو على أي حال كان من السابقين الأولين المسلمين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم اختصه بفضيلة وهو اختيار داره لتكون مركزا للدعوة السرية التي استمرت 3 سنوات. لم يسبقه في الإسلام إلا قليل، وهو أسلم في يوم أسلم فيه عثمان بن مظعون وأبو سلمة وأبو عبيدة بن الجراح، بعد يوم واحد من إسلام عدد من كبار الصحابة على يد أبي بكر الصديق، عثمان بن عفان، الزبير بن عوام، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، وهكذا. في اليوم التالي مباشرة لهذا الإسلام لهؤلاء النخبة أسلم الأرقم بن أبي الأرقم على يد أبي بكر الصديق. واختيار بيته لكي يكون مقر لهذه الدعوة، وكمان كان المعهد الديني أو المدرسة العلمية لتخريج الدعاء من الصحابة والفرسان. اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لدار الأرقم ابن أبي الأرقم حيث أنه كان في فتي في السنة 16 من عمره، وكان سابع من دخل الإسلام من الصحابة. اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم، اختار داره لأن كانت هذه الدار بعيدة عن أعين المشركين، وكان أنزاك بداية الدعوة الإسلامية. من الصالحين في الأرض الأرقم ابن أبي الأرقم، قام بدور بطولي في حماية الدعوة الإسلامية في مهدها، غامر بكل شيء وفتح داره للمسلمين. في بداية الدعوة كان مهم جدا هذا الاختيار لبيته أن يكون مقر للدعوة والملاذ الآمن. لماذا تم اختيار هذه الدار؟ لأنه في مكان بعيد عن الشبهة، لأنه أولاً النبي صلى الله عليه وسلم سنه فوق 40، والأرقم كان في أقل من 20، فالعادة ذهن الكفار إذا ذهب يذهب إلى من كن يكون أقران النبي في السن، فيكون في بيت أحد واحد فيهم. لكن النبي بتوفيق الله له، وكل اختيار للنبي هو نفس اختيار الله، فربنا اختار له هذه الدار صلى الله عليه وسلم لتكون مركزا لدعوته، لأنها بعيدة عن أنظار المشركين، وبعيدة عن يعني احتمالات التفكير بتاعته، وقريبة من الكعبة لأنها جنب الصفة، وقريبة من بيت النبي لأن بيت النبي كان قريب من المروة. الأمر الثاني أنه لم يكن معروفا بإسلامه. الأمر الثالث أنه من قبيلة بني مخزوم، وبنو مخزوم كانوا على تنافس وتدافع مع قريش قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يظن مع هذه الأسباب أيضا أنه دخل الإسلام أن تتخذ داره، أو هو أصلا يساهم في الإسلام بأمر من الأمور. هناك أمر رابع ومهم، وهو أن دار ابن أبي الأرقم كانت في مكان
بعيدة عن زخم الناس وعن أعين المشركين. فكانت هذه الدار بتمثل لها مكانة تاريخية عظيمة في ذلك الوقت، وكان للأرقم ابن أبي الأرقم له دور في بطولي في الحفاظ على الدعوة الإسلامية، في أن هو فتح بيته أو داره للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ليتعلموا من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيتناولوا فيه جميع ما دار من الأخلاق والأحكام الدينية إلى آخره. هل كان سهل على شاب في مقتبل العمر مثل صحابي الأرقم ابن أبي الأرقم أن يفتح داره للمسلمين؟ ده كانت بيدل على شجاعته وبيدل على أنه يقدر أنه يتحمل المسؤولية، يعني كده ايه يعني هو تحمل مسؤولية قريش، يعني لما عرفوا بعد كده ان هو ان هم كانوا بيلبوا الدعوة بتاعته في داره فقاموا بتعذيبه بعد كده، فده يدل على ان هو يعني بيتسم بالشجاعة، بيتسم بتحمل المسؤولية، وان هو شاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من الغزوات. ايضا الصحابي الأرقم ابن أبي الأرقم له الكثير من المواقف التي تظهر الصفات الكريمة والحسنة من علاقاته وتربيته أيضا بين يدي النبي. نعم لا شك، هو أصلا من قبيلة بني مخزوم، وقبيلة بني مخزوم بينها وبين يعني بيت تنافس بني هاشم نوع من التنافس، فده برضو من ضمن الأسباب اللي تخلي الكفار ما يفكروش أن النبي يستخدم حد من بني مخزوم. هذه كلها كانت مؤهلات له أن يختص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حضر معه المشاهد كلها، يعني حضر معه كل المواقع اللي حضر فيها النبي، بدر وأحد وبيعة الرضوان وفتح مكة وحنين والأحزاب، كله حضره رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا الله به. هنا ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في الأرقم لكي يكون موضع الأمانة هنا في توزيع سواء الغنائم أو الصدقات. نعم في الغزوات. نعم، هو من الأمور التي أسندت للأرقم ابن أبي الأرقم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولاه على الصدقات فترة من الفترات، ويعني إسهاماته في الإسلام دلت على أنه كان صاحب أمانة وصاحب خلق وصاحب تضحيات، ويعني تضحيته بداره أو تضحيته بداره خير دليل على تثبيت صفة الأمانة والعطاء عند الأرقم ابن أبي الأرقم إسلاميا. كان الأرقم من أوائل من اعتنقوا الإسلام ملبيا دعوة الرسول، وشارك في جميع الغزوات وبعض السرايا. مشاركة وملازمة الصحابي الأرقم ابن أبي الأرقم للنبي في الكثير من المشاهد والمواقف، أيضا ثقة النبي فيه في استشهاده، أو كمان في أن يكون حاضر الموقف والحديث حول شق القمر. هو حضر كل المواقف تقريبا، لأن كل قدام الإسلام حاضر، وحضر معجزة انشقاق القمر عندما طلب المشركين تعنتا للنبي صلى الله عليه وسلم آية تثبت أنه من الصادق في دعوته، وأرادوا بها آية كونية وقالوا إن كنت صادقا فشق لنا القمر، هم الذين اقترحوها على أساس أنها أمور إعجازية، لأن كل معجزات الأنبياء السابقين كانت أرضية. نعم. فأرادوا أن تكون معجزة تكون فيها نوع من التعجيز، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى القمر فانشق، وكان في الفترة دي طبعا سيدنا الأرقم بن أبي الأرقم من كانوا مسلمين، فحضر هذه الواقعة التي سجلها القرآن في قوله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. الصحابي الأرقم ابن أبي الأرقم ساهم في الإسلام وجاء إلى الإسلام بقلبه وبداره وبماله وبنفسه، وأيضا شارك في الغزوات والجهاد. نعم، هو شارك في كل الغزوات تقريبا والمشاهد التي شهدها النبي والمسلمون، بدءا من بدر وأحد والخندق، وأخذ الفترة فترة النبوة كاملة، لأنه توفي في عام 53 هجرية عن سن 83 سنة. ظل الصحابي الأرقم يجاهد في سبيل الله بماله ووقته ونفسه حتى جاءه الموت في السنوات الخمسين من الهجرة، بعد أن أوصى أن يصلي عليه الصحابي سعد بن أبي وقاص ليرحل الفارس صاحب الدار.